خير طبعا، اكيد مريتوا وشفتوا مقطع سلاحف النينجا. امس نزلت لكم مقطع سلاحف النينجا، فمروا شوفوه. عملت لكم الاربع الشخصيات، فمروا شوفوه وقولوا لي رايكم في المقطع. طبعا الاغلب انه ما شافوا، ما ادري هل انتوا عشان عندكم مدرسة دحين صرتوا ما عاد تدخلوا على روبلوكس، ولا ايش بالضبط؟ قولوا لي، ولا ايش انتوا بالضبط؟ المهم اليوم قررت اسوي طلبات المتابعين الجزء الأول. الجزء الأول اللي هو أو أكثر طلب جاني، كيف نحط البيبي في السيارة؟ كيف تحط البيبي في السيارة؟ الحين أوريكم. طبعا هذا التحديث مو اللي هذه المرة، التحديث اللي قبل هذا، التحديث اللي قبل هذا. طبعا شخصيتي الخضراء اشتقت لها والله، حذفتها بالغلط بس إن شاء الله هرجع أجيبها إن شاء الله هذه اليومين. فقبل لا نبدأ المقطع، لا تنسوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. طبعا دحين راح أعلمكم كيف راح تحطوا البيبي هنا في إيش اسمه، قصدي في السيارة. يعني أنتوا بتجربوا وما بيزبط معاكم، فدحين راح أوريكم أول طريقة اللي هي الطريقة هذه. أوكي، راح ننزل أي سيارة، أي سيارة. طبعا أنا حنزل سيارة أنا تعجبني وزي كده، بس السيارة الصفراء هذه أنا أحبها. أوكي، وهنا حاحط لكم سهم على الضبط، الضبط اللي هنا موجود على اليسار تحت. أوكي، تضغط على الضبط هذا اللي هنا. أوكي، وتختار البيبي وتحطيه، وتحط البيبي. طبعا نشوف كده. أوكي، خلينا نقرب كده. يوه انا ماني شايفه جاني ولا ما جاني، شايفين البيبي؟ لا، لاني انا ضاغطه. لا انا لو ما كنت ضاغطه، دقيقه شوفوا كده، لو كان كده دقيقه اخرجي من السياره انتي كده. شوفوا الحين ايش حاسوي. اوكي، انتوا اول ما بتسووا ايش بش بيطلع لكم كده، دقيقه ما في دحين سياره. دوبي انا حطيت السياره صح، بينها دوبي حطيت السياره صح. شوفوا هنا ضغط على الضبط ودحين حطيت البيبي. اوكي، ايش اللي حيصير هنا؟ ايش اللي حيصير؟ ما حيكون موجود البيبي صح ولا لا؟ هذه هي المشكلة اللي انتو بتعانوا منها. شفتوا ما في البيبي، بيبي ما هو موجود هنا. اوكي، هذه هي الطريقة الخطأ، هذه الطريقة خطأ انك كده تسوي. انا دحين اعلمكم الطريقة الصحيحة، عشان بسم الله هذا ايش دخلوا، اعلمكم على الطريقة الصحيحة اللي انكم تحطوا فيها البيبي عشان يظهر لكم في السيارة أو في الدراجة أو في أي شيء يعني أنتوا تبوه. فأنا كده راح أنزل من السيارة. أوكي كده، وأرجع كده أرجع شخصيتي. أوكي إيش هو هذا كده؟ مرة صرت ما أعرف أتحكم بهذا. شوف سرق السيارة، الحين شوف إيش راح أسوي فيه، الحين يقعد في الأرض. أحسن تستاهل، ما حد قال لك تسرق سيارات الناس. أوكي إيش هو هذا؟ استهبل معايا. اوكي، فالطريقة الصحيحة اول ما تدخلوا وانتوا تبغوا تاخذوا مثلا، تبوا تحطوا بيبي او تبوا تحطوا، قصدي تبوا تختاروا كرسي البيبي، تروحوا كده وتحطوا على البيبي سواء انتوا كنتوا تبغوها بنت ولا ولد. قبل لا تختاري السيارة، قبل لا تختاري السيارة اختاري البيبي، ادخلي على الضبط واختاري البيبي اللي انت تبيه ولد ولا بنت. انا ابغى بنوتة. اوكي، واحط خطأ. نروح هنا محل السيارات ونختار السيارة اللي نحن نبغاها. اوكي مثلا هذه السيارة الزرقاء هي نزلت، وشوفوا البيبي مشرفنا هنا في السيارة من بدري. ها الحين راح اوريكم، شوفوا شايفين البيبي مشرفني ما شاء الله من بدري. فهذه هي الطريقة الصحيحة. فأنا اليوم قررت إني أسوي طلبات المتابعين. هذا أكثر سؤال بيجيني هذه الفترة للآن، هذا مو التحديث الجديد، هذا تحديث قديم من قبل هذا التحديث. أوكي، الحين كمان نعيد الشيء من جديد مرة تانية في حاجة تانية، مثلا الدبابة، الدبابة تيجي في بيبي، إيش في بيبي ولا لا؟ ما أدري والله، أشوف، شوفوا حتى في الدباب، شايفين؟ شوفوا حتى في الدباب في البيبي، شايفين؟ شايفين حتى في الدباب في البيبي. اوكي كمان نجرب حاجة تانية عشان تتأكدوا ايش تسووا. اول شيء تضغطوا على الضبط وتختاروا البيبي اللي انتوا تبغوا. شوفوا الحين انا اخترت البيبي الازرق. اوكي، بعدين اختار السيارة. الحين نشوف نختار ايش. خلينا نختار هذه سيارة الشرطة ونشوف، برضو ححط لنا والله حتى في سيارة الشرطة حط لنا البيبي. شوفوا هنا البيبي الازرق اللي مو عاجبه ولا شيء.
طبعا هذه هي الطريقة الصحيحة، وبهذه الطريقة انتو تقدروا تحطوا كرسي البيبي. كمان اجرب لكم كمان بشيء تاني عشان بس انه ايه تتأكدوا من الشيء وكذا، عرفتوا؟ هذه السيارات كلها بنجمة وكذا، دراجة يزبط بيها؟ لا ما في دراجة ما يجي. ايش كمان جنب الدراجة؟ ايش في سكوتر؟ في هذا شفتوا اهو البيبي الازرق. اوكي نشوف دحين، كمان دحين راح اوريكم كيف. اوكي خليها تطلع البنت. اوكي كذا نصور كذا بالشاشة. اوكي كذا دحين شوفوا راح نغير البيبي. ما يتغير طبعا، ما حيتغير. لازم تنزلي من هذا من السيارة، تلغي السيارة ولا هي الدباب ولا الشيء اللي انت معاك تلغيه بالمرة. لما تلغيه بعدين تغيري، تدخلي هنا وتغيري انا باها بيبي بنت خلاص دحين، وتحطي هذا الشيء اللي انت تبيه. دحين نشوف حتنزل لنا شو اسمه بيبي بنت. خلاص قبل شوية بيبي ولد، دحين بيبي بنت. فشايفين؟ اوكي شايفين كيف؟ هذه هي الطريقة الصحيحة وما في غيرها. أما غير كده يعني أنتوا لما تجوا تسووا قبل تحطوا السيارة ولا تحطوا أي شيء ما راح يزبط معاكم، صدقوني أبدا أبدا أبدا. هذا أكتر شيء كنتوا تسألوني عنه. تاني شيء في كمان واحدة تقول لي إنه في بعض البيوت لما تشتري النجمة شو اسمه يجيها غلط وزي كده، ممكن إنه تكون عندك الشبكة ما هي تمام، أو أحيانا إنك أخرج من شو اسمه من اللعبة روبلوكس بالمرة وأرجع أدخلي مرة تانية راح يزبط. أتوقع أنا كده صار معايا من قبل، كان الشبكة أو إنه شو اسمه يكون معلق أو شيء زي كده. بس ترى إذا دخلتي اللعبة وخرجتي اتوقع انه خلاص النجمة خلاص تزبط. يعني انت لو اشتريتيها اصلا من البداية وجاكي انه في مشكلة، ترى هم اتوقع انه اشتروا لك هي خلاص، فترجع وتدخلي تحصليها. اتوقع انه خلاص صار، وان اتوقع انه ما يظهر معاكي كمان انه على طول. ما ادري انا لما سويت حق النجمة حقتي الاولى ما ظهر معايا على طول، يعني ما اعتقد فترة كده يمكن يومين شيء زي كده بعدين بدأ يظهر معايا. هذه ما ادري هل مشكلة من عندي ولا من عندهم. اذا انتوا كده صار معاكم اكتبوا لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويعرف اذا كان النجمة شو اسمه لما تشتريها يجيك غلط وكده، يعني ومتى تظهر لك يعني اشياء النجمة على طول تقدر تستخدميها، او بعدين كده يعني شوية وبعدين تستخدمي. انا اتوقع انه انتظرت يومين بعدين ظهرت لي وبس. والله هذا هو مقطع لليوم. في نهاية المقطع لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، واشوفكم في مقطع ثاني. واكتبوا لي هنا تحت هذا المقطع ايش تبوا ومن طلبات، وانا راح اعمل لكم طلبات كل يوم تلوت ان شاء الله. راح اعمل طلبات المتابعين. طبعا اليوم راح ينزل مقطعين، هذا المقطع ومقطع ثاني اللي هو اكواد جون اللي مع كيلوا، راح انزل لكم هو كمان برضو من طلبات المتابعين.